عن الأب. تعتقد هذه التصريحات هي اللي أجبرت الاتحاد بإصدار قرار عدم ظهور مدرب؟ لا، هسه راح أقول لك. أولا لا يجوز، لا يجوز لمدرب أن ينكل بزميله ضمن نفس الفئة. هم دول اثنين مدرب منتخب وطني. هسه من نتحدث أنا وحيدر، إحنا ما عندنا مصلحة. صح. أنا إعلامي وأنت مدرب، نتحدث هسه منتقدنا كأساس ونشيد به وندعمه، وتحدثنا عن الكابتن شنيشل والكابتن عماد، نتكلم نشيد بيهم وانا ايضا ننتقدهم عندما لكن انت كمدرب يعني هل يقبل هو سيد عماد يقبل ان كاساس يقول تشكيله منتخب الشباب تشكيله خاليه من الكفاءات، لا تستحق اللعب؟ هسه مو يقول هذا مسؤوليتي، ليش تتدخل؟ طيب لماذا هو يقول لنفسه احنا مو خرجنا شلون هذا من دور ال 16 ويعتبروا انجاز وبس احنا صعدنا وذول اللاعبين احنا سويناهم؟ ما يصير. احنا عمليه صناعه اللاعب الكل يشترك فيها. طيب العاد مدرب النادي ايش يقول؟ فيا اخوان احنا اولا خلينا نقول قارب واحد نريد احنا يوم جبهتنا. انا يعني اخشى اليوم موضوع، شوف موضوع كاساس صراحه يعني انا مو يعني متعاطف ومساند معه، لانه اولا اليوم هو يعيش تقريبا اشبه بهجمه. هسه احنا انتقدنا اسئله واستفهامات، لكن اليوم من يجد ان حتى المدربين يوجهوا له الهجمات. ذاك اليوم مؤتمر صحفي هاجمه، صح ولا لا؟ مو صحيح يا اخي، يعني كانه ده نخلق البيئه له اريد ان نهزمه. مو صحيح، لازم نساعده، لازم ندعمه. مو احنا قلنا المنتخب الوطني هو اولى؟ مو اولى من كل شيء؟ دائما هم حتى المدربين يصعدون يقول لك انا اهم شيء المنتخب الوطني. فيا اخوان لازم الاجواء تكون طبيعيه وديه بين مدربي المنتخبات، وانا ذكرت مو بس مدربي المنتخبات، اللاعبين والاداريين لازم نتحلى باعلى درجات الضبط، الاحترام يكون دائما هو رائدنا حتى ننجح. هذه العمليه مهمه، الاعلام، الصفحات الالكتروني، الاعلام التقليدي ينتقدون. احنا قلنا كل مدرب لازم يتحمل الضغط، صح؟ طبعا. محلي او اجنبي، احنا كاساس اقول لك صار له سنه بس كل البرامج تشتغل ضده، مو صح ولا لا؟ ماكو ملخه. موضوع طبيعي جدا. طيب ليش هسه من يصير انتقاد مدرب محلي؟ لا انا مستهدف، انا ضد. يا اخوان على كيفكم، انت الحكايه خلينا نقول الحكايه تجيك ما تعجبك قول يا ابا انا اتقبلها وان شاء الله اثبت لكم العكس. ما بيها شيء، والله غصبا علينا كليتنا نشيدك، صح ولا لا؟ زين نريد العمل مو اكثر من هذا. الخطوه